الآن وقت الانتقام، ليس وقت الضرائب. كان يتوجب عليك أن تهاجمهم منذ وقت طويل، فما الذي منعك من ذلك؟ توكاي قد حرر روحه، إنه ينتظر الوقت المناسب. حقاً، السلام على المحارب الكبير الذي حرر روحه. إذن ما الذي تريده مني؟ خداعك للسيد أمور جعل السيد أمور يطيع عثمان. إن كنت تود أن تستمر صداقتك مع جيخاتو، ستعطيني جنودا عندما يحين وقت ذلك. إنه ثمن حلو ودام، لكن ما وضع الضرائب التي ستأخذها من الحكام؟ إن ذهب الأتراك المروي بدمائهم وقطعانهم سيفرح جيخاتو بما يكفي، لذا أنت وحكامك ستجبر الأتراك أن يدفعوا ضرائبكم. حسناً، أنا أرى أن الأرواح السوداء تنسج أقدارنا معاً. حان وقت موتي عثمان. قلت إنك تبحث عن فرصة، إذن لنقم بتحويل الزفاف إلى جنازة. ربما ليس لديك علم أن عثمان سيتزوج من ابنتي السيد أمور مالهون. هل تعلم لماذا؟ إنه يزيد حلفاءه من أجل قتلنا نحن الاثنان، ولكنك اتخذت قرارا صحيحا في الوقت الصحيح. مهاجمة الزفاف اليوم ستنهي هذه اللعبة الدامية التي لا تنتهي. لابد أن عثمان احتاط من أجل الزفاف. سننتظر فرصة أفضل. جهز جنودك وانتظر خبرا مني. أنا سأعثر على فرصة، وحينها سيأخذ كل منا ما يريده.